العالم اللي معانا النهارده بقى محتاج القعده دي، مش بس كده محتاج النضاره كمان. بصوا بقى، العالم اللي معانا النهارده يعتبر هو اول شخص استخدم البوصله في الملاحه. طبعا كمان العالم اللي معانا النهارده كانوا بيشبهوه، عارفين بمين؟ كانوا بيشبهوه ويقولوا عليه ليوناردو دافنشي. ايه ده؟ ايه العلاقه يعني؟ او مش ايه العلاقه، ازاي؟ عارفين ليه بقول ازاي؟ لانه اصلا اتولد قبل دافنشي ب 500 سنه. يبقى مين بقى اللي شبه مين؟ صح ولا لا؟ طيب العالم اللي معانا ده كمان كان بارع قوي قوي في الجغرافيا ورسم الخرائط. مش بس كده، ده كان بارع في مجالات مهمة جدا وموهوب قوي في كل المجالات. ده حتى كان موهوب، عارفين في ايه؟ غير المجالات العلمية، كان موهوب في المزيكا. انا جايب لكم النهاردة معايا عالم عظيم من الصين. العالم اللي معانا النهاردة هو شين كوا الصين، هو العالم شين كوا. يلا بينا نروح نعرف كل حاجة عنه. جاهزين؟ جاهزين نروح مع بعض للصين؟ طب يلا كل واحد يجهز البوصلة بتاعته، أنا كمان جاهز. يلا بينا. عالم حلقتنا النهاردة بقى عارفين كانوا بيسموه إيه؟ ها؟ كانوا بيسموه ليوناردو دافنشي الصين. الصين؟ اشمعنى يعني؟ ايوه طبعا، بس المشكلة الوحيدة في التسمية دي انها ما تنفعش. عارفين ما تنفعش ليه؟ لان شين كوا من كتر عبقريته وتأثيره في المجالات الكتير اللي برع فيها قالوا عليه ليوناردو دافنشي الصيني اللي لسه قايلكوا عليه. عاش قبل ليوناردو دافنشي بحوالي 500 سنة. ايوه 500 سنة بحالهم. وبالتالي المفروض بقى والحقيقة ان احنا نقول على ليوناردو دافنشي اللي هو شين كوا إيطاليا، مش العكس طبعا لأن هو اللي عاش قبليه. طيب تعالوا بقى إيه أقول لكم على شين كوا، اتولد إمتى وكل حاجة عنه. اتولد شين كوا في الصين، عارفين سنة كام؟ سنة 1031 ميلادية. اتولد لأب موظف حكومي بسيط وفقير، وأم من نفس الطبقة، لكن أمه هي اللي تولت أمره وعلمته لغاية ما بقى عنده 9 سنين. وتقريبا يا أصدقائي الرعاية دي كانت هي الطوبة الأولى الأساسية في بناء شخصية شين كوا، شين كوا العظيم اللي بنى نفسه بنفسه. من الجميل طبعا إنك تستغل ظروفك والحاجات اللي حواليك مهما كانت بسيطة، علشان إيه؟ علشان تبني مستقبلك، واللي عمله شين كوا هو ده بالظبط. اتنقل بقى مع أبوه الموظف الحكومي البسيط، اتنقل معاه في أكتر من مكان. علشان كده يا أصدقائي بعد ما توفى أبوه كان هو عنده من الخبرات اللي تؤهله يقدر يواجه صعاب الحياة. طبعاً علشان كده يا أصدقائي شين كوا أبدى عبقرية شديدة جداً وبراعة خليته يترقى في المناصب سريعاً ويبقى مسؤول عن ملفات صعبة نجح في أغلبها. مثلاً قدر إن هو يستصلح أراضي واسعة قوي، وده كان عن طريق إنشاء السدود ومصارف المياه ومشاريع توزيع مياه الري. في نفس الوقت قدر ينجح في رسم حدود بلده ومد نفوذها من خلال مفاوضات مع الأعداء. قدر كمان بمعارفه وحنكته وذكائه يتغلب عليهم فيها. وبالرغم يا أصدقائي من كل النجاحات دي والمشاريع الإصلاحية المهمة والترقي كمان في المناصب، إلا إن مصاحبة الأباطرة دايماً بتبقى خطيرة، لكنها أدر العظماء. أدرهم طبعاً، عارفين ليه؟ لأن كمان شين كوا اتعرض لحاجة صعبة قوي، اتعرض للحبس 6 سنين كاملة، وده كان بسبب فشل اتعرض له في الحرب وتحمل هو مسؤوليته. وزي أي عبقري خصص سنين العزلة الإجبارية للدراسة والبحث، فتحولت السنين دي اللي هي بتاعت الشقاء والألم اتحولت لسنين مليانة بالإنجازات، وكانت واحدة من نتائج السنين دي في النهاية هي رسم خرائط مهمة للصين. الخرائط دي بقى أنقذته من الحبس، عارفين ليه؟ كانت كمان هي السبب في العفو عنه وتمكينه من اختيار المكان اللي بيحب إنه يقيم فيه، لأن الخرائط دي كان ليها أهمية كبيرة جداً بالنسبة للجيش. شين كوا كان أول واحد استخدم حاجة جميلة جداً، عارفين استخدم إيه؟
استخدم البوصلة في الملاحة، وده طبعاً ليه قصة جميلة قوي. ما تيجوا نشوف، يلا بينا. إيه هي بقى؟ في النصف الأول أو يعني في النص الأول من القرن الثالث الميلادي عرفت الصين حاجة اسمها العربة التي تشير إلى الجنوب. إيه ده؟ العربة التي تشير إلى الجنوب؟ يعني إيه؟ أيوة، ده اختراع عبقري، وعبارة عن عربية عادي جداً ليها عجلتين واقف عليها فارس صغير، لعبة بيشاور ناحية الجنوب، ومهما غيرت العربية من اتجاهها بيفضل الفارس ده يشاور ناحية الجنوب. العربية جاية كده، الجنوب فين؟ أهو العربية جاية كده، ملوش دعوة، الجنوب فيها كده. زي ما تقولوا يعني صناعة العربية دي ما كانش فيها أي بوصلة أو مغناطيس، كانت ببساطة بتحتوي على آلية معينة وتروس. عارفين الترس؟ تروس بقى جمع ترس، تروس بتحافظ على اتجاه إشارة الفارس بغض النظر عن الطريقة اللي اتحركت بيها العربية. جاية كده الفارس زي ما هو، زي ما شرحت لكم كده. اتقال كمان بقى إن قبل شين كوا كان من الممكن وضع شرائح ممغنطة على شكل سمكة، السمكة دي بتبقى في صندوق مقفول بيحتوي على المية ومراقبة الشريحة دي وهي بتشير للجنوب. الشرائح دي يا أصدقائي كانت بتتعمل عن طريق تسخين الحديد، هنسخن الحديد بشدة وهنحطه في مجال مغناطيسي قوي جدا، بعدين نبرده تبريد مفاجئ، نخضه يعني كده تبريد مفاجئ. وده بيبقى ازاي؟ بنحطه في المية مرة واحدة، وده علشان يتمغنط بشكل دائم. نعرف طبعا دلوقتي ان الارض بتشتغل زي مغناطيس كبير، واللي بيحصل ان ابرة البوصلة بتنظم وضعها مع المجال المغناطيسي للارض، وعلشان كده بيبقى ليها طرف بيشاور للشمال وطرف تاني بيشاور، مين اللي قال هنا؟ برافو عليكم، طرف تاني بيشاور للجنوب. ايوه كده. ايه اللي بيحصل بعد كده بقى؟ او اللي عمله شين كوا ايه؟ اللي عمله شين كوا كان عظيم قوي. عارفين ليه؟ لانه كان اول واحد وصف مغناطه ابره البوصله عن طريق الدلك، يدلكها. عمليه سهله جدا ممكن كل واحد فيكم يعملها ويصنع بيها بوصلته الخاصه، وهي انك تدلك ابره البوصله بحجر مغناطيس، وده بيكون في اتجاه واحد وفي انتظام كده اهو. مثلا الاتجاه ده اتجاه واحد، عايز الاتجاه ده براحتك اهو، نرجع تاني، اهم حاجه اتجاه واحد، ما ينفعش نعمل كده وكده، لا كلها في اتجاه واحد، تمام؟ اوكي. بعد كده عمل ايه بقى؟ وصف بعد كده شين كوا تعليق الابره بشكل حر، شكل حر في الحركه، ونراقبها، مراقبتها وهي بتاخد وضعها، طرف بيشير للشمال والطرف التاني للجنوب. مش بس كده، هو عمل أهم حاجة تنفع تخلينا نستخدم البوصلة دي في الملاحة، إنه عرف إن إبرة البوصلة في الحقيقة بتشاور ناحية الشمال، الشمال المغناطيسي للأرض، وده بيختلف فعلياً عن اتجاه الشمال الحقيقي الجغرافي. معنى إيه الكلام ده؟ هقول لكم. الشمال الحقيقي هو نقطة في أقصى شمال القطب الشمالي وبيمر بيها محور الأرض، محور الأرض اللي بتدور حواليه، كويس؟ وهي بتدور حوالين نفسها، ودي هي النقطة اللي بتطلع منها خطوط الطول، مفهومة اهي. أما بقى الشمال المغناطيسي فده القطب المغناطيسي للأرض، وبيختلف مكانه قليل قوي عن القطب الشمالي الحقيقي الجغرافي. شين كوا عمل ايه؟ قدر شين كوا إنه يعرف المعلومة دي، واللي كانت مهمة جداً علشان هتخلي الملاحة ممكنة باستخدام البوصلة، وده لأنه قدر يحدد مكان القطب الشمالي الحقيقي من خلال أرصاد دقيقة للنجم القطبي. ما وقفتش بقى إنجازات شين كوا وبراعته العلمية عند الجغرافيا ورسم الخرائط والملاحة والأرصاد الفلكية، لا دي كمان اتكللت في وقت من الأوقات بمشروع ضخم جدا، مشروع لرصد القمر والكواكب، ترأسه يعني كان رئيسه شين كوا. رصد المشروع الطموح ده كمان إحداثيات مواضع القمر والكواكب في السماء قد إيه بقى؟ 3 مرات كل ليلة لمدة 5 سنين، وانتهى المشروع بتصميم تقويم للإمبراطور. لكن شين كوا برع كمان في مجالات تانية طبعاً، الراجل ده كان بارع جداً. برع في إيه بقى تخيلوا؟ برع شين كوا في الرياضيات. أيوة كمان الراجل ده كان بارع في الرياضيات، ده كان عظيم قوي بقى، لأنه قدر يجري حسابات لأرقام كبيرة جداً. مش بس كده، في الزمن ده كان غالبية الصينيين بيستخدموا الرياضيات علشان حساب أمور في حياتهم اليومية عادي جداً،
تين كوا عمل كده، خصوصا لما كان وزير مالية. أيوة تين كوا كان وزير مالية، أيوة، لكنه كمان اهتم بمسائل رياضية في حد ذاتها. كان بيستخدم الرموز والتجريد في أمور معتادة جدا بالنسبة لينا، لكنها كانت غير معتادة في الوقت ده نفسه. تين كوا كان بارع كمان في الهندسة وحساب المثلثات، تخيلوا. برع في ايه تاني تين كوا؟ برع كمان في دراسة الأرض والجيولوجيا، واقترح ان شكل الأرض مش ثابت. ازاي؟ ايوه تين كوا قال شكل الأرض مش ثابت ابدا، مصمم على كده. طب ازاي؟ قال ان في مناطق سبق وغطاها البحر، اصبحت المناطق دي يابسة دلوقتي. استدل على كده من وجود حفريات لكائنات بحرية في عمق اليابس في زمنه هو، وهو اللي بيدل ان اليابس ده في وقت من الأوقات كانت المية بتغطيه. قال كمان إيه؟ قال إن سطح الأرض بتغير مستمر بالنسبة لعمليات التعرية. طبعاً عمليات التعرية اللي بتتعرض ليها الجبال وبتسبب ترسيبات الطمي، الطين والمواد الغروية اللي بتحصل طول الوقت. مش بس كده، توصل تين كوا لحاجة مهمة جداً. عارفين توصل لإيه؟ توصل إلى مناخ الأرض. ده يعني إيه بقى؟ إيه اللي حصل؟ هقول لكم. مناخ الأرض ما كانش ثابت طول الوقت، وقال إنه اتغير من زمن لزمن. كان دليله على كده إيه؟ كان دليله إن لقى أجزاء من نبات البامبو كانت متحجرة في أماكن مستحيل المناخ بتاعها يسمح بنمو البامبو. استنتج من كده إيه بقى؟ راجل ذكي جداً. استنتج إن مناخ المناطق دي في الماضي كان بيسمح بنمو النبات ده. يا سيدي، ده راجل ذكي قوي فعلاً. بالإضافة لاهتمامات تين كوا، كان عنده اهتمامات تانية هقول لكم بقى. بس كانت ايه هي اهتماماته؟ نفتكر كده مع بعض. العلمية والإدارية، وكرجل دولة واقتصاد وقائد حربي سياسي، عالم في الفلك وعالم في الرياضيات، البصريات، الجغرافيا، الجيولوجيا، الطب، النبات، الحيوان. ايه ده؟ كان بارع في كل دول؟ ايوه. ليه بقول لكم ده؟ لانه فوق كل ده كان ليه اهتمامات تانية. عارفين كان مهتم بايه؟ بالفنون والموسيقى. يا سيدي، كل الاهتمامات دي وفوقيها الفنون والمزيكا؟ لا بقى، ده راجل عظيم جدا. فوق كل ده كمان تخيلوا معاهم كمان الرسم. لا بقى، ده كان فنان عظيم قوي تين كوا، وده بيدل انه كمان في وقت من الاوقات كتب نقد فني. ايوه كان شاعر، وطبعا كان ليه فلسفته في الحياه. بالرغم من اهتماماته بالمشاهده والتجريب، كان بيعتقد جدا في الطاويه. عارفين يعني ايه الطاويه؟ هقول لكم. الطاوية دي فلسفة صينية قديمة. تمام، يبقى لو سمعنا في وقت من الأوقات الطاوية تعرفوا على طول معناها اللي أنا قلته لكم. فلسفة صينية قديمة مالها بقى؟ بتؤمن بأن الإنسان يجب أن يتوافق مع الطبيعة، يتناغم معاها، وبتقول أن الحقيقة في العالم بتقع وراء قدرة العلم على البحث، وأنه مستحيل حد يوصل لها مهما كان عبقري، مهما كان بارع، مهما كان متعلم بالشكل الكامل، لأنها غير محدودة بحدود هذا العالم. ممكن حد يا أصدقائي يشوف إن اعتقاد زي ده اعتقاد غير علمي، لكنه ما كانش كده أبداً. ما كانش كده بالنسبة لمين؟ برافو عليكو، ما كانش كده بالنسبة لتين كوا. ليه بقى؟ لأن تين كوا كان على إيمانه بعجز الإنسان وسمو الحقيقة. كان طوال الوقت بيواصل البحث العلمي، وعلى الرغم من تسليمه بالقضاء والقدر، كان طوال الوقت بيلفت الانتباه. يعني ايه؟ ايوه، كان دايما يلفت الانتباه ان ما ينفعش نقف قدام اي حادث ونقول ده قضاء وقدر. لا طبعا. نسكت؟ لا طبعا، لازم ندور في الاسباب، نفهم ليه ايه اللي حصل بالشكل ده. وكاننا هنا اصدقائي قدام انسان بيؤمن بعجزه في تواضع، لكنه لا يكف عن التساؤل، وبيعتقد في القدر، لكن ده ما بيمنعوش من محاوله تقصي الاسباب بمنهج علمي. هو ده يا أصدقائي تين كوا، العالم الموسوعي اللي شدته مختلف المجالات وحقق كمان أصعب المعادلات. يعني نقدر كده في نهاية الحلقة نقول على تين كوا إنه البراعة العلمية والأدبية والإدارية. هو ده تين كوا اللي قالوا عليه ليوناردو دافنشي الصين. تين كوا العالم العظيم هو اللي كان معانا في حلقتنا النهاردة. هي دي حلقتنا النهاردة أصدقائي، بشكركم شكرا جزيلا، اتبسطت معاكم جدا جدا، يا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا. استنونا إن شاء الله الحلقة اللي جاية، عالم جديد، عالم عظيم يكون معانا. أشوفكم على ألف خير،
مع ألف سلامة. باي باي.